ايضا من النويعس لسليم بن علي بن عامر العويسي، عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى المنافسه، سن الايذاع، سن الامتاع، شعار بومانع بدا يتدخل، شعار بومانع بدا يتدخل، ينتزع المركز الاول، ولكن بن كلثم خلاص غيرت في هذه اللحظات وتقدمت في هذه اللحظات، هذه اللي تقدمت الشامخه لخليفه بن سلطان بن رشيد، يتقدم مع الشامخة، يأتي مع الشامخة مع المركز الأول، المركز الثاني الباتل لمحمد بن مبارك بن يمعة بن كلثم الخيالي الخيالي، الدكتور يتقدم في المركز الثالث، سعيد بن سالم بن علي الشيخ يقدم لنا هملولة، عودة إلى مقدمة الشوط، الخمسمائة متر الأخيرة، الخمسمائة متر الأخيرة والأمتار الأخيرة بدون أي أوامر، الشامخة الشامخة بشموخ هذا الشعار وتحديات أبناء جميرة، يتقدم هناك خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، تهانينا لبومانع وتهانينا لحميد بن محمد بن رامس اليحافي، من يتقدم على المركز الأول والصدارة الأولى، أول أشواط الإذاعة وانطلاقاتها وتحدياتها بالمركز الأول، تهانينا والناموس بدون أي أوامر، تهانينا على هذا الفوز، سلام الخليفة بن سلطان بن رشيد على هذا الانطلاق المميز. بينما المركز الثاني وصلت في أيضا هملولة الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، المركز الثالث الباتلة لمحمد بن مبارك بن يعب بن كلثم الخيالي، المركز الرابع فرحة حميد بن محمد بن رامس اليحافي، والمركز الخامس كانت هناك اللي هي الطيارة لمحمد بن سعيد بن سلمه المنصوري. نعود بالتوقيت الزمني لمسافة الأربعة كيلومترات، 6 دقائق 5 ثواني، 5 أجزاء من الثانية، الشامخة خليفة بن سلطان بن رشيد، تهانينا والناموس، المركز الثاني وصلت فيه أيضا هملولة الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، 6 دقائق 9 ثواني، جزءا واحدا من الثانية. بينما المركز الثالث 6 دقائق 9 ثواني، 6 أجزاء من الثانية، هي الباتلة لمحمد بن مبارك بن يمعة بن كلثم الخيالي، 6 دقائق 10 ثواني، 4 أجزاء فرحة لحميد بن محمد بن رامس اليحابي، والمركز الخامس الطيارة ب 6 دقائق 12 ثانية، 6 أجزاء من الثانية لمحمد بن سعيد بن سلم المنصوري، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير.